معنا من واشنطن مراسلة الحرة وفاء إجباعي وفاء مرحبا بك من البنتاغون بالتحديد يعني تصريحات ماكنزي إذا كنت تابعتها هل يتحدث الحفاظ على عدد 2500 جندي لكن بعناصر جديدة أم أن من يتواجد الآن سيضعون سلاح جانبا ويتحولون إلى مستشارين عسكريين؟ نعم معا يعني في الحقيقة منذ دقائق تحدثت مع مسؤول رفيع في البنتاغون حول هذه النقطة بالذات وأوضح للحرة أن يعني القوات المتواجدة في العراق وعددها كما نعلم 2500 لم تشهد عملية انسحاب أو تبديل ولكن يعني ما جرى هو فقط تغير المهمه من قتاليه الى غير قتاليه وشدد على ان هذه القوات تحتفظ بالسلاح ب أنواع من الأسلحة والعتاد التي تمكنها من الدفاع عن نفسها ولديها الحق في ذلك كما قال المسؤول ان تعرضت لأي هجوم وأكد ان أي هجوم تتعرض له القوات الامريكية الباقية في العراق ان كان عبر المسيرات او عبر الصواريخ كما شاهدنا في السابق من جهات مختلفة ان كان من يعني داعش او من مجموعات او يعني جهات مدعومه من ايران فان هذه القوات لديها القدره على الرد على هذه الهجمات ايضا يعني يعني لم يشا المسؤول الدخول في تفاصيل انواع الاسلحه والعتاد ولكن يعني اعتبر انه من البديهي والطبيعي ان تكون لدى هذه القوات القدره على الدفاع عن نفسها وهذا ما قاله ايضا المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي بالامس عندما سالته عن هذه النقطه اعتبر ان التهديدات يعني لا تزال قائمه ولا تزال ذات مصداقيه وتتوقع الولايات المتحده ان تتعرض قواتها قواتها في العراق لهجمات في المستقبل ايضا بشان يعني مستقبل المهمه ويعني المده التي قد تستغرقها امتنع البنتاغون حتى الان تحديد السقف الزمني لهذه المهمه طيب. واعتبر ان هذا الامر يتم مناقشته مع الحكومه العراقيه اذا دعينا نعيد ما تفضلت به نعم. ان هذه القوات الـ 2500 جندي سيتركون السلاح ويتحولون الى استشارين استشاريين، اي لن يكون هنالك قوات جديده تاتي من الخارج لتحل محلهم، هذا ما فهمته منك. بالطبع. آه طيب الان ايهما اخطر على هذه القوات التي تتواجد في العراق الان؟ هل هو تنظيم داعش ام الميليشيات المواليه لايران وتهديدات ايران المستمره لي هذه القوات أيهما أخطر على قوات التحالف برأي البنتاغون؟ برأي البنتاغون التهديد من داعش لا يزال قائم وان مهمه القوات الامريكيه الاساسيه في العراق هي مساعده ودعم وتقديم الاستشاره للقوات العراقيه في حربها وقتالها ضد داعش هذا هو العنوان العريض والمهمه الاساسيه للقوات الامريكيه ولكن الخطر موجود وما شاهدناه في السابق في الاشهر القليله ان الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكيه في العراق كانت من جهة أو من قبل مجموعات مدعومة من إيران. وبالتالي البنتاغون ينظر إلى هذا التهديد بشكل جدي. وبشكل يعني, يعني أو يضعه في اعتباره. ولا ينفي أو يعني يؤكد أنه يتوقع أن تتعرض هذه القوات لهجمات إن كان من داعش او من المجموعات المدعومه من ايران ولكن ايضا دعني اوضح معا هذه القوات ال2500 التي تحولت مهمتهم الى مهمه غير قتاليه هم سيحتفظون بالسلاح، سيكون لديهم القدره العسكريه ان كان دبابات او حتى يعني انواع اخرى، هذا ما اكده مسؤول في البنتاغون اليوم للحره وايضا قاله كيربي بالامس، ولكن لن تستخدم هذه الاسلحه في مهمات قتاليه في العراق وانما سينحصر دورها في فقط في الدفاع عن النفس في حال تعرضت لهجمات إن كان عبر الصواريخ أو أي نوع آخر. أيضا قد نشهد في المستقبل بحسب المسؤول في البنتاغون يعني عمليات تبديل روتينية أو دورية لبعض الوحدات. يعني تسحب بعض الوحدات ويتم استبدالها بأخرى. وهذا أمر روتيني. وأمر يعني يتم التنسيق له وتحديده بشكل مسبق. نعم. شكرا جزيلا. وفاج باعي أنتونا في البنتاغون كنت معنا مباشرة من هناك.